يعني كما ترون هذه الصبحية حملة طبية كبيرة جدا تستهدف عمال الإنعاش المياومين في الجامعة الترابية لأكادير، كذلك بعض العمال الرسميين وعائلاتهم من تنظيم الجامعة الترابية بتعاون مع جمعية عناية، بتعاون كذلك مع المركز ديال التكوين مستشفى الحسن الثاني بأكادير. طبيعة الحال في تخصصات مختلفة، وانتم كتشوفوا هذا الإقبال ديال العمال وديال الموظفين على هذه العملية، مما يؤكد أن هناك حاجة فعلا إلى التطبيب، إلى الاهتمام، إلى التمريض، إلى غير ذلك. أنا أشكر بعمق جميع الأطباء والممرضين وكل المساعدين الذين ساعدوا في هذه العملية الإنسانية الكبيرة، ونتمنى أن تكون لنا مثل هذه المبادرات. رئيس جمعية شداء السكري أيتم اللول. فيما يخص الحملة المنظمة من طرف المجلس البلدي مع جمعية عناية بمساهمة جمعية شداء السكري وبعض الشركاء، اللي في الحقيقة هي واحد الحملة يعني استهدفت واحد الفئة ديال الناس اللي هما في حاجة ماسة لهذا النوع ديال الحملات اللي فيها مجموعة من التخصصات. احنا كجمعية شداء السكري تكلفنا بما يخص قياس نسبة السكر في الدم والضغط الدموي اللي استفدت فيه أكثر من 300 شخص، زائد الوزن والطول ومجموعة من الفحوصات الأخرى. فيما يخص يعني الناس اللي استفدوا، يعني الناس اللي هم يعني هم يعني يعني هذا السميتو اللي عطاهم المجلس البلدي ك بحال واحد الدعم لهاد الناس اللي يستاهلوا زعما بحال هذا السميتو، حين الناس مساكن اللي هما ضعافين ماديا والاجره شويه ناقصه وكذا. يعني وجد في هذه المناسبه ديال دخول شهر رمضان، يعني نتمنى ان شاء الله تكون صدقه على المقبولين. ديال السميتو ديال السكر وديال العين ديال الله سميتو مفصل، وكل شيء بخير وعلى خير. السلام كاين هاد الناس دابا، كل شيء هاد الحمله ديال الجماعه كل شيء كيدوزوا لا في زيت كيدوزوا كل شيء جميع المصايد، والحمد لله بخير وعلى خير. السلام عليكم، الاسم ديالي منديلي فاطمه، المسؤوله على القوافل الطبيه مع مجموعة عناية، يعني واحد الجمعية اللي هي الحمد لله اسم على مسمى، ولنا الفخر أننا نضموا لهذه الجمعية، لأن الحمد لله عمل إنساني، عمل تطوعي لوجه الله ومجاني الحمد لله. وحنا الدور ديالنا أننا كنخدموا على هذه القوافل الطبية، والحمد لله هذه المرة وأول مرة درناها هي أننا خدينا واختارينا الناس ديال الإنعاش الوطني، اللي كنعرفوا هاد الناس ديال الإنعاش الوطني المدخول ديالهم محدود جدا، وما عندهمش يعني الإمكانيات باش يزوروا جميع الأطباء، لأن الحمد لله عندنا جميع التخصصات، منهم الجاسترو، منهم يعني طب المعدة والكبد، طب الكلي، طب النساء، طب النساء والتوليد، طب الأطفال، طب الجراحة العامة، القلب والشرايين، يعني الحمد لله طب الجلد، جميع الأطباء الحمد لله متوفرين معنا اليوم. والحاجة الأخرى اللي زدناها اليوم هو أننا قمنا بالفحوصات، يعني ديال قمنا بالتحاليل الطبية، لأن أول مرة درناها هاد التحاليل. السلام عليكم، الاسم حميد محمد، مندوب طبي عن مختبرات فارما 5. اليوم كنتواجدوا في واحد الحمله طبيه منظمه في مدينه اكادير باسم الجمعيه المغربيه عنايه للتنميه والتعاون. هذه الحمله الطبيه كتشمل بزاف ديال الميادين الطبيه، فيها اختصاصات متعدده،
وحنا اليوم جينا باش نديرو ديبيستاج ديال ليباتيت سي، يعني التهاب الكبد الفيروسي سي. اليوم جبنا معنا تقريبا 500 ديال لي تيست، والناس اللي شاركوا معنا في هذه الحمله الطبيه كاينه 500. هذا الصباح تقريبا دوزنا لا بليبار ديال الناس المعنيين بالامر، والحمد لله الى حد الان كانت نتائج الحمد لله جد موفقه، لان حتى شي كا الحمد لله ما كانش مصاب بهذا ليباتيت سي. واليوم كنشكر جميع الطاقم والناس اللي شاركوا في هذه الحمله الطبيه بما فيهم الاطباء واللجنه المسيره، وكنشكر حتى الناس ديال المعهد خصوصا اللي خولوا لنا هذا المختبر الطبي من اجل هذه التحاليل الطبيه. بالاضافه الى التهاب الكبد الفيروسي عندنا بزاف ديال التحاليل، كاين لينيفيس لان الاخوان كيديروا دابا لينيفيس، كاينه ليوغي وكاينه لاكرياتين اوسي. فوالا وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة البقالي أمال، نائبة رئيس المكلفة بالمكتب الصحي بلدية أكادير. إذا كنشكركم كإعلاميين، أنتم دائما الحمد لله حاضرين في المواقف اللي تعود بالنفع على المجتمع. ربما السؤال اللي سيطرح نفسه، لماذا فئة المياومين ولا لماذا فئة عمال الإنعاش؟ عمال الإنعاش حنا دائما كنا كنفكروا كمجلس بلدي مجلس جماعي أننا هاد الناس خصنا نشكرهم، لأن لولاهم لما كانت المدينة نظيفة ولا ما كانت الصحة متقدمة. كيسميهم العمال ديال الصحة ولا مهندسين ديال الصحة، وأنا متفق على التسمية ديال مهندسين الصحة. إذا حنا كنا كنقولوا شنو أحسن حاجة نهديو لهاد الناس، أحسن حاجة كاينة في هاد الدنيا هي الإنسان تحافظ له على الصحة ديالو. إذا لهذا سمينا هاد الحملة هذه شعارها من أجل عامل سليم. إذا غنقول لكم أن الحمد لله لحد الآن عندنا تقريبا 500 ولا كاع حتى 700 قالوا لي العدد ديال العمال ديال الإنعاش. قلنا لما لا نضيفوا لها، بما أن تبارك الله الخير كثير، قلنا علاش ما نضيفوا لهم السلاليم الدنيا السلم 6. وعطى جا واحد طبيب بيطري كنشكره من هذا المنبر، لأن قالنا أنا بغيت نشارك معكم في هذا العمل النبيل. إذا قال لك خليوني نشارك في هذا العمل النبيل، قلنا له مرحبا بك. وهذا علاش السبب اللي عيطنا حتى للوليدات ديال عمال الإنعاش. إذا غنقول لكم شكون التخصصات اللي عندنا. عندنا الطب العام، عندنا الكلي والمسالك البولية، عندنا القلب والشرايين، عندنا طب العظام والمفاصل، عندنا طب الدماغ والأعصاب. دابا هذا الصباح هذا اعتذر ما غايجيش، ولكن قال لك صيفطوا لي الحالات ندوز لهم في سبيل الله، قال لك ما عندي حتى شي مشكل فابور. كاين طب النساء والتوليد، طب الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، طب الجهاز الهضمي، طب الأطفال، تجميل كذلك قالت لنا صيفطوا لي لوبيتال أنا غنعاونكم ونعاون هاد الحالات ما عندناش مشكل. كاين طب الجلد، كاين طب السرطان، حتى هو قال لك أنا نساعد لكم الحالات الفقيرة المستعصية أنا نعاونها. من ناحية التحاليل يسرنا لهاد الناس تحاليل كذلك بالمجان. شنو التحاليل اللي غتكون ديال مرض الكبد، ديال غنديروا لي ترانزاميناز، واش كاين التهاب في الكبد، واكثر من ذلك واش كاين ليباتيت سي. وحنا من هذا المنبر كنشوفوا ان ليباتيت سي الثمن ديالها مرتفع جدا، اذا باش نوجدوها ال 500 كلها بالمجان هذا شيء جميل جدا، وسيعود بالنفع على هذه الفئه اللي معرضه لبزاف ديال الامراض. درنا تحاليل ديال الكلاوي، تحاليل ديال قلنا التهاب الكبد، تحاليل ديال فقر الدم، تحاليل ديال السكر، لي ترانزاميناز اي ليباتيت سي. عطاونا اطباء كنشكرهم من هذا المنبر. هنا هذه المناسبه باش نشكر الطاقم الطبي، وقفوا واحد الوقفه جميله جدا، قال لك هذه الفئه الهشه حنا غنعاونوها، وهذه مناسبه باش نلتفتوا للصحه ديال هاد الناس. اذا عطاونا كاين اللي عطانا السكانير 5 ديال السكانير بفابور ما غاديش يخلصوهم، عطاونا دي غاديو ديال العظام وهذا فابور، عطاونا شي 20 تلفازه فابور. دابا التخصصات معنا، وعندنا جوج ديال لي زاباري ديال ليكوغرافي، جوج ديال لي زاباري ديال الفحص بالصدى. اذا حمله نوعيه ان شاء الله كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انها تكون الاولى على صعيد المغرب، لان كيدوزوا حملات ولكن كيكون فيها غير العبار ديال السكر والطونسيون. هذه فيها جميع التخصصات، بل كذلك دابا شفتوا الا كنتوا رديتوا البال دخل الطبيب الجراح وقال لك بان الانسان اللي غيستدعي العمليه الجراحيه يجي مرحبا به لا كلينيك ويفتح له فابور. كل شيء هذا الشيء بالمجان. اذا كنشكركم كرجال اعلام، كنشكروا جميع الجنود الخفاء اللي ساهموا معنا. نقول لك هذه اكثر من شهر والناس كلها كتجري باش دير النظام ودير الاسماء ودير، ليس امرا سهلا، ولكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل، وكنتمنى لكم عواشا مبروكه للجميع، وتقبل الله منكم انتم كاعلاميين.